عبر قناه الشروق القضائيه. لكم منا كل التحايا واهلا ومرحبا بكم عبر برنامج مطبخ الشروق، المطبخ المتنوع والمتعدد الوصفات المختلفه. دائما هو حضور معاكم في كل يوم عدد من الوصفات العربيه المختلفه. اهلا ومرحبا بكم. اهلا ومرحبا بك حمد. اهلا ومرحبا بك اسراء. اهلا ومرحبا بكم اعزائنا المشاهدين، حلقه جديده من برنامجكم مطبخ الشروق على قناه الشروق. اهلا بك شيف آية. اهلا بك احمد. اهلا بك اسراء واهلا بكل مشاهدينا ووحشتونا. النهارده هنعمل الكبسه. يعني خلينا نقول ان احنا هنعمل رز بسمتي مع فراخ، ما اعرفش بصراحه يعني عشان ما نقولش اسم اكله وما نعملهاش زي ما هي بالظبط. انتوا عارفين طبعا انا بحب دايما اعمل حاجه بشكل مختلف، فهنحاول ناخد نكهه الكبسه بس هنشوف هنشوف هنعمل ايه. ماشي. اول حاجه معانا المقادير في الوصفه دي. ايوه معانا الفراخ بتاعتنا. انا هعمل الشوربه اللي انا هستخدمها للكبسه. طبعا زي ما احنا متعودين، يا اما انا هنزل الفراخ في ميه مغليه، يا اما هديها شوحها تشويحه كده وبعد كده احط عليها ميه سخنه عشان نعمل الشوربه بتاعتنا. ف انا معايا الفراخ. الفراخ زي ما قلنا قبل كده انا منشفاها حلو قوي بمنديل علشان ما يبقاش فيها اي ميه خالص. هرش عليها رشه ملح، هتاكد بس انها على القطعه اللي تحت كمان، وهرش عليها رشه فلفل اسود. وهنزل بالفراخ على الناحية اللي أنا رشيت عليها. ودي طريقة ثانية شيخ خاية على إنك بتشوي، ممكن تكون الطريقة الأولى اللي هو ممكن ننزل بالفراخ في مية حارة، صح؟ أيوة بالظبط طبعا، بس أهم حاجة تكون المية مغلية حلوة قوي عشان أول ما أحط قطعة الفراخ الفراخ تقفل المسام بتاعتها وتحافظ على الجوس اللي جواها وتحافظ على الفايده بتاعتها، وفي نفس الوقت ما تبقاش زفره وما تنزلش الزفاره بتاعتها. انا حطيت على الناحيه اللي رشيت عليها ملح وفلفل، هحط على الناحيه الثانيه بقى ملح وفلفل. يعني المهم سواء كانت صدمه او كانت مويه مغليه، لازم اول حاجه الفراخ او اللحمه تاخد السخونيه بالظبط، اللي هي فجأة اللي هي من بارده بالظبط، اللي هي من بارده لحاجه سخنه خالص. ايوه بالظبط، علشان ايوه انا مش محتاجه ان هي تاخد لون في الصدمه بتاعتها، علشان انا كده كده هحط عليها ميه انا هسلقها. انا بس محتاجه اقفل المسام بتاعتها مش اكتر، يعني مش بعمل اكله محتاجه ان الفراخ تكون واخده لون. كده كده الفراخ هندخلها الفرن. وهحط بصلة نصين، وبرضو هحط جزراية نصين، وهنحط ورق لورا، ليمون ناشف 3 وحدات حبهان، 4 وحدات قرنفل، ولو في قرفة ناشفة انا هحط قرفة بودرة بس مش هحطها دلوقتي. هنقلبهم وبعد كده لازم احط ميه تكون سخنه. تغطي الفراخ، وطبعا مش هنحيق دلوقتي، هنسيبها. طبعا الميه سخنه فهي مش هتاخد وقت في ان هي تغلي، يا دوبك تغلي معاها 5 دقايق 10 دقايق بالكثير قوي. وبعد كده هقول لكم هنعمل ايه. طيب نعمل بقى تاني حاجه. نسيت احط حاجه مهمه اللي هي فلفل الوان.
شرايح بحطه في الميه، بيدي نكهه حلوه قوي، بيدي طعم حلو قوي. اهم حاجه نكون متاكدين ان احنا شايلين منه الحته البيضة اللي في النص اللي قلنا قبل كده ان هي بتمرر، ونكون شايلين منه البذر. دي كلها حاجات في الشوربه هتتشال لما نيجي نصفي الشوربه ونستخدمها للرز، بس بتدي نكهه حلو قوي قوي قوي. ايه يا شيف، انا لاحظت لك حطيتي الحاجات دي كلها صحيحه او كامله زي ما هي، علشان انا بس محتاجه اخد النكهه بتاعتها. انا في النهايه هصفي كل ده مش هستخدمه. ممكن نعمل بيه صوص، يعني مثلا لو انا بعمل بط ومحتاجه اعمل صوص للبط، انا بعد ما بصفي الشوربه باخد كل الخضار اللي هو كان بيستوي سلو كوكينج، ده بيبقى دايب خالص، مع التوابل مع القرفه مع القرنفل، بشيل طبعا عيدان القرفه لو خشب، مع الحبهان مع كل حاجه، وباخدها واحط عليها نص معلقه شوربه واضربها حلو قوي، واحطها على النار ملح وفلفل، تبلها، بقت صوص للبط خطير منه. نعم. الخضار واخد من نكهته. أيوة. ده على كل حاجه، سواء بعمل بط بعمل حمام. أيوة. بعمل وز بقى الشوربه دي كذا حاجه. بالظبط، كلنا زي ما انت قلت انه احنا الشربات لما نعمل حاجه ممكن ناخدها في الثلاجه نستخدمها في كذا حاجه. بالظبط. طبعا زي ما قلنا ان الفراخ ما بتاخدش وقت خالص، قلنا قبل كده ان كل كيلو بياخد تلت ساعه، يعني لو الفرخه عندي كيلو ونص بتاخد نص ساعه على النار. طبعا احنا متعودين ان احنا بنسيب الفراخ تهري على النار، فلا لو جربنا الطريقه دي هناكل فراخ هي مستويه وناعمه وطريه ولسه فيها الجوز بتاعها وفيها كل الفايده بتاعتها. انا بصراحه بحب مع الكبسه اني اكل زبادي معاها، زبادي منكه، فانا هاخد شويه زبادي. الليله مشان السعوديه. ايه الليله مشان السعوديه. يمكن واحدة من الأكلات العربية، ويمكن ده الهدف الأساسي بالنسبة لبرنامج مطبخ الشروق، على إنه يكون التنوع بالنسبة للأكل العربي اللي هو موجود داخل المطبخ. هحط رشة ملح أقل من ربع معلقة عشان ما تبقاش حادقة قوي، لأن طبعا الكبسة معايا هتكون متبلة. وهحط رشة فلفل أسود بسيطة جدا. هنحط سنة ثوم. فص ثوم كده مفروم. وهنحط عصرة ليمون أو ليمونة لو الناس بتحب الليمون، بس هو بصراحة بيبقى طعمه مع الزبادي خطير. طعم الحادق. إيه؟ طعم حادق. حادق؟ لا، مزز شوية. الزبادي أصلا بيكون فيه لسعة كده. بس ممكن نحط فيه سماق، صح؟ ممكن نحط فيه سماق، ممكن نحط نعناع ناشف، ممكن نحط شبت. احنا هنحط فيه شبت بس هنخليه في الاخر واحنا بنغرفه. نطلع فاصل ونرجع نكمل. نطلع فاصل ونرجع نتواصل معاكم من جديد من خلال مطبخ الشروق. خليكم دايما قريبين، واهلا ومرحبا بكل الناس اللي انضموا للمتابعه. اهلا طيبين، ورجعنا لكم بعد الفاصل نواصل في كبستنا وشربتنا وحاجاتنا الحلوه الظريفه. احنا كده الفراخ بدات تدخل على السوا، هحط عليها نص معلقه كركم او صفار زعفران، لان انا محتاجه الشوربه. وهحط بقى الملح بتاعنا عشان الفراخ، وهحط فلفل اسود، وهحط في الشوربه فصين ثوم مفروم او فصين ثوم صحاح. احنا بصراحه ما عندناش غير ثوم مفروم، فهحط ثوم مفروم. هزود بس الكركم شويه، هحط تقريبا كده معلقه، ونقلبها. طبعا انا وطيت عليها غليت 10 دقائق ووطيت عليها علشان الفراخ ما تشدش. وبقى ايه، سيب لها سنه بس تهويه وننقلها على العين دي. وهنا نبدأ نجهز الرز. دي الحلة بتاعتنا، نحط شوية زيت. وهنحط الرز، دول كوباية ونص.
هنقلب بقى الرز بتاعنا. انا بحب اشوح الرز شويه لان ده الرز مش منقوع، فبحب اشوحه شويه. هديله نفس التوابل: ليمون ناشف، ورق لورا، حبهان، ثلاث وحدات حبهان، ثلاث وحدات قرنفل، رشه قرفه بسيطه قوي او عود قرفه ناشف بالظبط. وهنقلبه. الرز يسخن، انا مش بحمره، انا عايزاه بس يسخن. طبعا لما بسخن الرز كده وقت التسوية بتاعته بيقل شوية، لان حبة الرز بتبقى خدت السخنية، طلعت نسبة الرطوبة اللي فيها، بتبقى نفشتها شوية. فاول ما بحط عليها المية السخنة او الشوربة بتاعتنا ما بتاخدش وقت بقى في السوا خالص على طول. انا كنت عايزة احط حاجة، ملح. هحط الملح دلوقتي. الملح بيرفع من درجة حرارة الحاجة، فهو هيرفع لي من درجة حرارة الرز، يخليه يسخن معايا بسرعة. لازم الرز يسخن قوي. في اكثر الحالات يا شيف آية انه كثير من البيوت السودانية تحديدا في عمل الكبسة تحديدا، فبعد يطلع الرز يرمى مباشرة الرز على الشوربة على اساس انه هو يطلع طعم الشوربة. ما دي طريقة جديدة. أيوة. بالظبط. على فكرة برضه انا عملناها دي بسبب المقلوبة، صح يا شيف؟ كان مرة عملناها حطينا الرز، بس الرز في المقلوبة سلقناه نص سلقة وبعدين عملناها طبقات. احنا فعلا ممكن نحط الرز يعني الشوربه خلاص نطلع منها الفراخ او حتى على الفراخ ونحط عليها الرز ويتكملوا كلهم سوا مع بعض. بس احنا عايزه اصفي الفراخ لان انا حاطه في الشوربه فلفل اخضر وفلفل رومي وحاطه الجزر والبصل، فمش عايزه، انا عايزه اخد نكهتهم بس مش عايزاهم ييجوا في الكبسه. عبال ما الرز مع معانا هنا يسخن هصفي الشوربه عشان ايوه سكي. الشوربه ريحتها طلعت ولونها كمان، الكركم فيها لون جميل. ايوه هنصفيها. الفراخ كمان خدت نكهه من الكركم وخدت نكهه من الخضروات والتوابل بالظبط كلها مع بعض. والرز كمان ساخن معايا. انا محتاجه الشوربه دي علشان اعمل فيها ليها الرز. انا مش عايزه زي ما قلنا الرز يتحمر او لونه يغير. هنزل بالشوربه. ثلاث كوبايات. ايوه شويه معلقه كركم تاني. كركم من الحاجات اللي بتقي من السرطان بشكل غير عادي، عشان كده اولا هو لونه حلو. لو حطيته على مكرونه يفضل ان احنا لما يكون عندنا اطفال واحنا بنغذيهم وبننميهم وبننمي جسمهم لسه، فيفضل ان احنا لما نيجي نسلق المكرونه نحط في المكرونه في الميه بتاعت السلق كركم. هو هيدي للطفل لون هيغريه ان هو ياكل، دي اول حاجه. تاني حاجه مش هتدي طعم، الكركم بيدي طعم لما يزيد، لكن طول ما انا بحط كميه قليله هو مش هيدي طعم، فالاطفال مش تتضايق منه. وفي نفس الوقت من اكتر الحاجات، انا حطيت كوبايتين ودي الكوبايه الثالثه، من اكتر الحاجات اللي الاطفال كلهم بياكلوها المكرونه، فبالتالي ما فيش مشكله لو خليناها شويه مفيده.
ورغم ان الكبسه يمكن يكون من الاكلات اللي انتشرت يعني بغض النظر عن انها هي من دوله معينه دوله عربيه بل ان هي انتشرت في كل العالم وانتشرت في كل الدول العربيه لانها من احسن وافضل الاكلات اللي يمكن دايما نتناولها في كل الوجبات المختلفه. هو كده لسه ما تشربش مش هوطي عليه دلوقتي بس احنا ممكن نشوف هنعمل ايه في الفراخ. خليه كده مش هغطي عليه دلوقتي. طبعا انتوا عارفين ان انا مش بغطي على الرز غير لما يتشرب. هنقل الفراخ بس هنا وهجيب الفراخ في الصينيه عشان ادخلها الفرن تتحمر. وما شاء الله هنا الفراخ اخذ اللون بالظبط اخذ ريحه الخضار وريحه شم ريحه الفلفل الالوان فارق ازاي في الشوربه. ومن اي الحاجات ومن الحاجات انه الليمون الناشف زي ما كنا مره بنقول على انه شيف ايه بتدخلن في كل الاقلام في الطبخات اللي هي دايما بتعملها من خلال مطبخ الشروق. حاجه جميله جدا الليمون دايما الناس ما حنستخدمه خالص. ممكن يكون عندنا في بيوتنا السودانيه الليمونه ممكن تكون جافه ممكن احنا نلمها على مكان ممكن نستخدمها او نعيد استخدامها مره ثانيه. دايما بنستخدم الليمون الطازه. لكن في الكبسه دي في لازم السعوديين برضه بيعملوا الحاجات والمهارات الصحيحه دي بتكون موجوده في الكبسه. والكركم ده اهم عنصر. ايوه طبعا اللون الاصفر هم بيستخدموا صفار الزعفران. انا حطيت هنا معلقه صلصة مع فص ثوم مفروم مع معلقة شوربة بسيطة قوي وهقلبها. هديها رشة فلفل اسود وهنديها شوية زيت. دي هتعمل بقى شوية شيف دي هخلط بيها الفراخ تتبيلة قوي يعني بالظبط عشان ندخلها الفرن. دي برضه حاجة جديدة برضه انا حاجة بعرفها ان الكبسة دي بتكون بس في الحلة كده وخلاص. اه بالظبط بس احنا قلنا ايه احنا هنحاول نعمل الرز كبسه ونعدل بقى شويه. انا كده هنا هغطي على الحله واوطي عليها على الاخر. هناخد بقى الصلصه دي ندهنها على الفراخ. اتاكد كده ان انا بدهنها كلها. طبعاً اه طبعا طبعا وممكن نحط عليها معلقه زبادي الصلصه دي وخصوصا مع مثلا لو انا هبقلي حمام لو انا بقلي الفراخ بتديها طعم بصراحه حلو جدا جدا. حاجه مختلفه وجاده زي ما عارفين طبعا احنا مطبخ الشروق مختلف ومن غير عن الحاجه التقليديه وعن الحاجه الروتين نكسر بحاجات مختلفه حاجات خفيفه ظريفه كده. انا دهنت اهو اتاكدت ان الفراخ كلها اتدهنت وهندخلها الفرن. الفراخ استوت هدخلها الفرن على درجه حراره 180 لحد ما وشها يحمر. هفتح عليها من فوق هفتح عليها من فوق ومن تحت. للرز صح؟ اه بس انا ما بتحبي دايما انك تفتحي ما بحبش افتح الرز خالص. نعم الرز مجرد ما يتشرب خلاص ما بفتحش عليه بوطي عليه على الاخر خالص واسيبه ثلث ساعه وبعد كده بسيبه برده متغطي عليه بعد ما بقفل عليه النار 10 دقائق كده وبعد كده افتح واقلب. لكن غير كده هفضل ازعله. ايوه بالظبط. بعدين عدد من المستمعين وعدد من المشاهدين اللي هم دايما بيتابعونا يمكن في كثير من الوصفات الان هم بيسالوا وحابين انه يعرفوا منك الطريقه والوصفه المميزه، لكن احنا هنقول لهم بعد الفاصل اكيد حضرتك عم تتواصل معاكم وحنقول لكم كل الوصفات اللي انتم حابين انكم تعرفوها من خلال مطبخ الشروق والشيف هاي هي موجوده وتحبها معكم ان شاء الله. خليكم معنا نطلع فاصل ونرجع نتواصل معكم. Thank you.
ورجعنا لكم من تاني في فقراتنا كالعادة، ومعانا منورنا شيف محمد. مرحب بك من جديد تاني معانا شيف محمد. مرحب بك. أهانا ولا تعمل لنا شنو؟ أنا ناوي أعمل لكم إن شاء الله سويت بوتيتو. تمام. إحنا دلوقتي لو مش عايزين نحط زبدة عادي، بس طبعا الزبدة بتدي نكهة عظيمة طبعا، مفيش غنى عنها ومفيش بديل عنها. يعني هو يعني احنا بنطور. ايوه احنا بنطور. وانت قاعد في البيت ممكن أيوة. تحط كريمة لباني، ممكن صح عايز شوكولاتة سمنة زي ما انت عايز. ممكن نحط صفار البيض برضو، بس نخلي بالنا واحنا بنحطه ان لازم نستنى عليها تبرد، علشان صفار البيض ما بياخدش وقت في السوى، فاول ما يتحط ممكن يدي زفارة البيض معانا، فلازم يبقى براحة ويتقلب حلو وينزل الصفار بس يتقلب، وبعد كده ننزل بيه واحدة واحدة ونقلب بسرعة. ده السكر معانا، سكر بودر قد ايه؟ حط 4 معالق. تمام. ممكن نبدله يا شيف؟ بعسل، عسل نحل طبيعي. تمام. علينا شيف محمد عامل لنا حلو. ايوه حلو بالبامبي تحديدا. ممكن في موسم البطاطا، البطاطا اساسا بتبقى مسكره صح. أيوة. اللي عنده سكر او ممكن ما ياخد فيها اصلا حاجه فيها سكر او تزيد السكر بتاعها زي ما هي كده بتعمل على طول، عشان احنا البطاطا عندنا مواسم. فلما بتكون مش الموسم بتاعها بتبقى طعمها مايع كده شويه، لكن في الموسم بتاعها زي ما الشيف طبعا بيقول نقدر ان احنا نقلل كميه السكر او ما نستغنى عن السكر تماما. والعسل برضو من البدائل يعني اللي بتخفف الاكله خالص، وحاجه طبيعيه. ايوه ايوه. عارف الفوائد بتاعتها بقى؟ مفيده جدا لصحه القلب والشرايين. صح. البطاطا مفيده جدا ل او الايه البطاطا او الايه البامبي. ايوه كمل يا شيخ. مفيده جدا للمناعه. ايوه مفيده صح. جدا للهضم، جهاز الهضم صح. حلو. فقر الدم صح. السكري، مرض السكري ده غير طبعا جداً. ان هي نسبه النشا فيها قليله. طبعا اقل من البطاطس العاديه طبعا بكتير. ايوه يعني البامبي حقه له فوائد كتيره. تمام. طيب معلقتين. لا نحط 4 معالق. تمام. معلقتين سكر، 4 معالق لبن. اللبن بودره برضو من الحاجات اللي بتعزز النكهه قوي. كوبايه تقريبا ولا اكتر؟ كوبايه لبن. الوصفه هي كلها موجوده على الشاشه. مش محتاج بقى يحط لبن بودر او لبن عادي، ممكن يحط كريمه، ممكن يحط كريم جلتين حسب الرغبه. ممكن نبدل اللبن ببدائل اللبن للناس الفيجيتيريان او الناس اللي عندها مرضى حساسيه الالبان. ممكن يستخدموا ايه الالبان اللي ممكن نستخدمها يا شيف؟ لبن نود، لبن جوز هند، لبن صويا. صح. الالبان دي كلها لبن رز السوق ومتميزه، ممكن انت تعملها في البيت برضه. ايوه انا اتاكد بس ان الفرن شغال. طبعا تقول لكم على الطرق بتاعتها لو طلبتوها ان شاء الله. ودلو حابين او في اي اقتراح او في اي حاجه حابين تعرفوها تواصلوا معنا عبر رابط قناتنا على الفيسبوك. صح. تصنيع الالبان ده سهل قوي، يعني سواء لبن الكوكونات ميلك او الالموند ميلك اللي هو لبن اللوز او لبن الجوز هند، عمايلهم في البيت سهله جدا، ونقدر ان احنا نعملها ونوفر كتير للناس اللي هي مريضه الحساسيه. أيوة. الالبان اللي ما بتقدرش تاكل البان، فده بيعوضها، وفي نفس الوقت بتاخد منها بروتين بتاع المكسرات، وفي نفس الوقت بنبقى مش مضطرين ان احنا نجيبها بسعر غالي بمقابل. أيوة ان احنا بنعملها باسعار قليله. وافضل حاجه ان احنا نعمل دايما منتجات متكامله في البيت. اه طبعا افضل. دي ملانية بحطها في الاخر عشان ما تمررش، وكميه قليله. ولازم تبقى البطاطا بردت شويه يا شيف ولا عادي؟ اه لازم تكون بردت عشان ده بتبقى سكر وفانيليا نكهه ممكن تمرر معانا البطاطا. لا طفل اخر خالص، اول ما تحط تدبك نكهه كده خطيره. نجيب لك الطاجن. عندنا ده وعندنا ده، تحب انهي يا شيف؟ تحب ده؟ مين؟ انا اشوفه لك من الميه. ريحه الفانيليا عظيمه
الفانيليا لما اتحطت بقت حلوه قوي. الخلطه دي هتحطها في اللي على الوش. بعد كده اقول لك حلو. مش عايزين نقف عند حاجه معينه، احنا ممكن نعمل اي حاجه باقل التكاليف اللي موجوده عندنا في البيت. وكمان في حقيقة مهمة جدا على انه احنا نعمل كثير من الاكلات او عدد من الاصناف بمنتج واحد زي ما ذكرت جبال الشيف آية، واحنا البامبي هنا بندور في الكثير جدا، فبدل ان احنا دايما نعمل طبيخ او نعمل مسلوق او نعمل صرف الداخل الخلاط، احنا عملناه قبل كده مع فريخ صينيه. ايوه، وطالما هو متوافر في السودان بشكل على طول ودايم نقدر ان احنا ان شاء الله في الحلقات الجايه نعمل دي وصفات وصفة. كتير سواء وصفات حاجة أو وصفات حلوة إن شاء الله. ودي واحد من الأطباق اللي يمكن هي حلوة جدا الليلة. عملنا ممكن كمان يا شيف نبدل خلطة اللبن دي ببشاميل حلو. احنا تقريبا كنا عملناها يا شيف في حلقة صح؟ أيوة عملناها ببشاميل حلو. ممكن كمان لما نيجي حاجة زي كده، علشان طبعا الشيف ما شاء الله هو لما بنيجي ننزل باللبن ممكن يقوم نازل في وسط البطاطا، فنقلب المعلقة بعد اذنك يا شيف اوريهم في اخر واحدة، نقلب المعلقة كده وننزل على ظهر المعلقة فهتنزل مننا ومش هتدخل جوه البطاطا. طبعا الشيف يعني ما شاء الله عليه مش محتاج ان هو يعمل كده، بس احنا ايه برضو حبينا كده نقول للناس اللي بيواجهها مشكلة في الموضوع ده. شكلها حلو قوي. هندخلها الفرن على درجة حرارة قد ايه؟ على درجة حرارة 180 فوق وتحت ولا فوق بس؟ لا فوق بس، هي مش محتاجة، هي مستوية يا دوب تاخد وش. ندخلها وترجع بقى تقول لنا فوائد البطاطا لحد ما تستوي. برضه ما بتاخد وقت كتير صح يا شيف؟ لا لا خالص، ده هي وشها بس اللي بيحمر لان هي اوريدي كل حاجة فيها مستوية، واللي على الوش ده مجرد لبن. تسلم ايدك يا شيف، ريحتها بجد حلوه، والبطاطا من الحاجات المفيده جدا زي ما الشيف كان بيقول. نطلع فاصل. اكيد هنطلع فاصل ونرجع نتواصل معاكم من جديد في عدد الاكلات وعدد الوصفات المختلفه في مطبخ الشروق. هي دايما معاكم مع الشيف آية ومع كل ضيوف الاعزاء الموجودين معانا داخل مطبخ الشروق. خليكم جايين. رجعنا لكم بعد الفاصل اعزائنا المشاهدين متابعي مطبخ الشروق، مع نواصل مع اكلاتنا المتنوعه والغريبه والمختلفه مع شيفنا محمد وشيفنا آية. اهلا. احنا البطاطا في الفرن والكبسه على النار، وبعد ما نخلص مع شيف محمد هنعمل الحواوشي زي ما عدناكم. هنعمل ايه دلوقتي يا شيف؟ هنتكلم عن فوائد البطاطا على ما تستوي معانا. تمام. اللي انا اتكلم عنها مدارة الوجه والعين اللي هي بتحتوي على فيتامين اسمه فيتامين الجمال. صح. موجود في الكريمات والحاجات اللي هي اللي احنا بنستخدمها لبشرتنا. تمام. والعينين كأكثر كده يعني. احنا دايما كمان بنقول يا شيف محمد انه لما ناخد الفوائد من الاكل بشكل طبيعي مش هنقدر ان احنا في وقت من الاوقات نضطر ان احنا نلجأ له بشكل طبي او بشكل علاجي. يعني احنا بنقول الوقاية خير من العلاج، فاحنا بناخد جرعات وقائية دايما من الاكل ومن من تنوع الاكل اللي احنا بناكله. اتكلمنا قبل كده عن السوبر فود، ان احنا ازاي نقدر ندخل السوبر فود في اكلنا ونستفيد منه، بدل ما نضطر لا قدر الله نلاقي حاجه في الجسم قلت فنضطر نلجأ لها بشكل علاجي. نعم. وكانت حاجه جميله جدا على انك طالما البامبي متوفر عندنا في السودان وبالكثره وبالنقل في كثير يمكن تكون الوصفات المختلفه، ولكن اليوم احمد عمل لنا واحده من الشيف محمد جميله جدا، فهي الحاجه المميزه فيها انها هي فيها واحد من الفوائد اللي هو فيتامين، او نقول واحده من الاشياء اللي هي مهمه جدا بالنسبه لكل مرأة اللي هو الجمال تحديدا، سواء كان في العيون او كان في البشره عامه.
هو بيحتوي على كمان مكافحه السرطان اعوذ بالله اللي هو بيساعد على السرطان مضادات للاكسده صح بيكافحه المهم ان هو في فوائد كتير يعني من الحاجات اللي لازم ان احنا ناكلها طالما زي ما احنا قلنا انها متوفره عندكم بشكل دائم وطول السنه فان شاء الله في الوصفات الجايه والحلقات الجايه هنقدر ان احنا نقدمها لكم بشكل متنوع وهنقدمها في الاكل ونقدمها سلطه بالظبط احنا عملناها مره شوربه احنا عارفه الحاجه عملناها شوربه شوربه بطاطا وبطاطس ايوه عملناها شوربه وعملناها طاجن مع فراخ فاحنا دلوقتي بنحمص المكسرات بنحمص فول السوداني علشان هو بياخد وقت ازيد شويه من اللوز اللي بيكسره شيف محمد فهنحمصه واول ما يقرب على اللون الكويس بتاعه هننزل باللوز وفي الاخر خالص جوز الهند يا شيف صح؟ عارف يا شباب احنا عندنا البطاطا الحلوه قوي البامبي معروف بان هو مالح ونعم بنستخدمه في كذا وصفه مالحه ف بما ان انت بتحب الفلفل صح؟ يعني انتوا عندكم بتستخدموه اكتر كاكل حادق مش كحلويات لا احنا عندنا هنا مؤخرا اللي بدات الناس تتقبل فكره انها تاكلوا حادق بس طول عمرنا عارفين البطاطا اللي بتتحط في الفرن والعربية والعربيه بتاعت البطاطا ويطلع نقطعها نصين ونرش عليها يا اما سكر يا اما حتى ده بقى مؤخرا كان زمان بيفتحوها ويرشوا عليها ملح او كمون او دقه فاكر كنا عملنا حلقه الدقه وبتتاكل ومؤخرا بدات انها يتحط عليها عسل يتحط عليها شوكولاته سايحه يتحط عليها زبده فول السوداني دقوه دقوه ما شاء الله معلش يا ما شاء الله ايوه لا خلاص بقى بس هي عندنا كانت اكتر مشهوره بالسكريات انها بتتعمل حلويات مؤخرا اللي بدات زي ما بقول لك الناس تتقبلها في السلطات في الاكل برضو الانفتاح وان الناس بدات تدخل يعني الناس حابه التنوع وحابه التغيير وخلينا نقول ان الجيل اللي طالع مختلف عن الجيل اهالينا فالتنوع مطلوب والتجديد مطلوب وعشان كده احنا بنحاول بقدر الامكان ان احنا نقدم لكم الاكلات والوصفات والخامات اللي موجوده في كل بيت نقدمها بشكل مختلف ونقدمها بطرق مختلفه علشان زي ما قلنا التنوع. ما نزهقش ايوه وغير كده كمان الهدف الرئيسي من مطبخ الشروق اللي هو التنوع الثقافي الاكلات والربط بين كل الدول العربيه في مجموعه من الاكلات المختلفه طالما عندنا مواد كثيره متوفره ومشتركه يبقى انه احنا لازم نقدر ننوعها ندخلها في كم صف نقدر انه نستفيد من الطبق الواحد او من الماده الواحده في كم طبق صح احنا كده شيف محمد حطينا اللوز واحنا بنتكلم كده بس ايه انا قلت لكم قبل كده انا هتابع شيف محمد بيعمل ايه وهقول لكم عشان هو بيعمل حاجات من تحت لتحت كده فاحنا حطينا اللوز ومش عارفه ليه الحاجه على عندي بتبقى صاحيه وبتفضل تجري كده هنحط دلوقتي جوز الهند ايوه عشان جوز الهند ما بياخدش وقت خالص في التحميص ايوه بس كل حاجه ليها وقتها فعشان كده بنحطها بالتدريج لان طبعا جوز الهند من الحاجات اللي ما بتاخدش وقت خالص فلو حطيناها من البدايه هتتحرق نبدا بالفول السوداني بالظبط يا اما ان احنا هنلاقي نفسنا مضطرين ان احنا نحمص كل حاجه في حاجه لوحدها بصي جوز الهند اول ما نزل وريحه الكبسه مخلياني مش مستوعبه حاجه اول ما نزل لونه اصلا بدا يغير عشان الطاسه بتاعتنا سخنه واخده درجه حراره فعلشان كده لازم نقلبه على طول عشان ما يبقاش فيه حاجه متحمره وحاجه لا ايوه طبعا ممكن يكونوا جاهزين صح يا شيف ما محتاج بقى نعمل لو هم متحمصين طبعا بس المكسرات اللي متحمصه لما بتقعد مده طويله بتزنخ طعمها بيغير فعشان كده طبعا كل ما حمصنا الحاجه وقت الاستخدام كان طبعا ده احسن كتير وفي نفس الوقت بتاخديها طازه بتاخدي منها النكهه في ساعتها كده هتكون اقوى بالظبط وبصراحه انا من انصار ان احنا ناكل المكسرات نيه بصراحه يعني طعمها وهي متحمصه احسن كتير بس الزيوت اللي في المكسرات زيوت غير مشبعه الزيوت الغير مشبعه لما بتتعرض لدرجه حراره بتفقد عناصرها الغذائيه كامله وبتتحول كمان الى زيوت ضاره
فبالتالي انا حولت حاجه هي صحيه جدا ومفيده جدا بس عند درجه حراره معينه. فطول ما انا ما بعرضها لدرجه حراره عاليه هي بتتحول وبتتحول لمواد مؤكسده وبتتأكسد بسهوله جدا وبتفقد جميع القيمه الغذائيه ليها. علشان كده انا دايما بنصح ان احنا ناكل المكسرات وهي مش متحمصه، يا اما لو هتتعرض لدرجه حراره فبتتعرض لدرجه حراره قليله جدا جدا جدا، ما توصلش المرحله انها تتحول من دهون غير مشبعه لدهون مشبعه. فعلشان كده يا اما نحافظ على درجه الحراره واحنا بنعملها، يعني شاف محمد وهو بيحمص المكسرات هو وطى عليها على الاخر، تاخد وقتها وتتحمص براحتها وفي نفس الوقت ما تتحولش العناصر اللي فيها. بنلاقي دايما الناس الرياضيين والناس الهيلثي عمرهم ما بياكلوا مكسرات متحمصه غير الاماكن اللي بتبقى عاملاها انها بتتحمص فعلا على درجه حراره قليله جدا، عشان زي ما قلنا الدهون بتاعتها ما تتحولش من دهون غير مشبعه لدهون مشبعه. ودي حاجه اليوم مهمه جدا علينا، احنا دايما بنتناول وجبات بفوائد او قيم غذائيه عاليه جدا بشكلها الحقيقي من صح. غير نقص او زائد. اخبار البطاطا ايه؟ نجيبها بقى. تمام. ريحتها الفانيليا الزبده طبعا. حتى هنا بقى نحط المكسرات الاول بعيدا بقى عن الهيلثي والصحه والزيوت المشبعه والغير مشبعه. دي بطاطا بزبده عادي جدا خطيره، الريحه بتاعت الزبده عظيمه. اتفضل يا شيف. طبعا اللبن برضو البودره مدي ريحه. طبعا اي مكسرات في البيت موجوده صح، مش شرط يعني اللي انا اعمله. تمام، المهم ان انت اللي موجود عندك تعمل صح الحاجه الموجوده، ما تكلفش على نفسك خالص. الحاجه المتاحه في البيت نقدر باقل اقل التكاليف اللي موجوده في البيت نعمل حاجه حلوه. زي ما انتوا قلتوا ان البطاطا موجوده بشكل دايم، فبما انها موجوده ورخيصه بشكل دايم فاحنا مجرد ان احنا بنفتح طرق وبنفتح سكك وتنوع علشان ناكل حاجه مختلفه. زي ما قلنا فوائدها عظيمه. لا فوائد دي حاجه كبيره جدا عندنا، دايما بتدينا حافز لاي حاجه داخله علينا بتصدها، فالمناعه دي حاجه كبيره عندنا، احنا دايما بنحاول ان احنا نقويها. البطاطا حاجه رهيبه في المناعه. تسلم ايدك يا شيف ونورتنا. واحنا انت كنت معانا الحلقه اللي فاتت واحنا بنوعد المشاهدين ان احنا هنعمل لهم حواوشي الحلقه دي. أيوة. فاحنا هنعمله بعد ما نخلص معاك. تسلم ايدك يا شيف وشكرا، نورتنا جدا وشكرا على الوصفه الحلوه قوي دي وشكرا على المعلومات الحلوه اللي انت اديتها لنا، وان شاء الله نشوفك معانا تاني. ونورت مطبخ الشروق ونورت قناه الشروق. شكرا لك يا شيف محمد على المشاركه في حلقه الليله، وشكرا على الحاجه الحلوه اللي انت قدمتها لنا الليله. هناكل حاجه حلوه. شكرا على الفوائد، شكرا انك وصلت للساده المشاهدين معلومات وفوائد كثيره للبطاطس او البامبي. فمتشكر ونشوفك في حلقه قادمه ان شاء الله. اعزائي المشاهدين نطلع فاصل ونواصل باقي وصفتنا، وواصل زي ما وعدتكم شيف ايل الحواوشي بتاعنا. رجعنا لكم بعد الفاصل ونواصل ونشوف مع شيف آية ونواصل هاي شيف حاصل شنو؟ أول حاجة طبعا بنشكر شيف محمد على الطبق الحلو ده قوي، ونبص على الفراخ الأول. ماشي، يعني نسيبها شوية قبل ما نغرف الكبسة. نبص على الرز بتاعنا. طبعا انا هو استوى، طبعا انتوا عارفين دلوقتي ان انا قلبي بيتقطع ان انا بفتح على الرز عشان ايه، بس يعني عندنا وقت برنامج للاسف. معلش يعني انا بحس ان انا لازم اعتذر للرز لما بفتح عليه والله. ريحته بتحسي يعني انك انت بتخربي عليه؟ بحس ان انا دخلت على حد اوضته يعني. اللي هو عيب يا جماعه تعملوا كده والله.
كده احنا الرز معانا خلص، هنقفل بس. احنا قلنا الزبادي فاضل له الشبت اللي هو الشمر الاخضر. ايوه، هو انتوا الشمر بتقولوه على الكمون الشمر. وعلى أيوة. لا لا، الكمون اللي عنده احنا الشمار، نفس الشمار اللي هو الشمار الاخضر، هو مجفف شكل بذور اللي عندهم الشبت. اوكي، الشبت احنا عندنا الشمار الاخضر. اوكي، بس نفس كده. اما الكمون احنا عندنا الشمار المجفف. ايوه، مش كويس ان انتوا موجودين عشان ايه تفسروا اللخبطه دي. ايوه، انا هفرمه وهحطه على الزبادي، بيدي طعم بصراحة خطير. نحطه بقى هنا. اه طبعا، اي نكهة اضافية هي اختيار، يعني اللي عايز يحط شبت، اللي عايز يحط كزبرة، اللي عايز يحط خيار، ممكن نعملها سلطة الخيار. ده كده معايا خلاص، ونغرف الرز. كده خلاص استوى، كده هو استوى وريحته طبعا حلوة جدا. الليمون الناشف زي ما قلنا بيدي ريحة خطيرة للرز. استوى، ببقى مبسوطة قوي لما الرز ما بيلزقش بصراحة، ينزل كده كله حتة واحدة. واحنا كنا وعدنا المشاهدين قبل الفاصل ان احنا هنعمل لهم الحواوشي، بس للاسف وقت الحلقه. نوعدكم ان احنا هنعمل الحلقه الجايه. وعدنا وعدنا على انه عدد التساؤلات وعدد الدرسين وصلتنا ان عدد النقاط اللي هي الوصفات المخططه اللي مش في اي توالينا ان شاء الله. احنا هنقول لكم في الحلقه الغد بمشيئه الله تعالى انه ان شاء الله هنفتح مجموعه من الاكلات ومجموعه من الاستفسارات ومجموعه من الرسائل المخططه اللي هي وصلتنا عبر صفحتنا. وتحيه اكيد لكل الناس اللي دايما هي متابعانا ودايما ان هي بتحاول بقدر الامكان انها تعمل مجموعه من الاكلات والوصفات المختلفه وترسلها لنا وتسال وتستفسر عن التفاصيل من الاكل العربي. دي كده الكبسه بتاعتنا خلصت ما شاء الله، والفراخ طعمها حلو. الفراخ طعمها حلو وشكلها حلو، والصلصه مدياها نكهه كده حلوه، يعني الصلصه المتبله اديتها حاجه كده من فوق حلوه. اللون برضه في نفس الوقت. اه طبعا. خلصت حلقتنا النهارده، هنستناكم وهنعمل الحواوشي الحلقه الجايه. تابعونا عشان تشوفوه، وشكرا ليكم وشكرا على متابعتكم. وان شاء الله زي ما اسراء قالت الحلقه الجايه هنرد على كل الاسئله اللي انتوا سالتوها لنا واللي انتوا بعتوها لنا، اللي احنا بنعتذر جدا اننا ما قدرناش نرد عليها النهارده. شكرا شفايا. شكرا اسراء. شكرا احمد. شكرا لك، تسلمي لي كتير على الحلوه دي. وشكرا لك يا اسراء. الساده المشاهدين، وكده بتكون خلصت حلقتنا لليوم. انتظرونا زي ما وعدتكم الشيف وعدتكم اسراء، هنجاوب على كل الاسئله وعلى كل الحاجات، وهتشوفوا حاجات جديده ومتنوعه. الى اللقاء.